هو الأول في تاريخ كرة القدم الجزائرية، لقبا غاليا بقدم سيد أحمد عواد، لقب وميدالية ذهبية للكرة الجزائرية وللمنتخب العسكري المنتخب المصري. يا 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 يا. المهم هو أننا فزنا بهذا اللقب، المهم بأننا فزنا بهذا اللقب، يجب أن نكون في المستوى. يا يا عواج، يا كل اللاعبين، ماذا يحدث فوق أرضية الميدان؟ نحن فزنا باللقب، نحن الأبطال، نحن كل شيء، لا نحتاج لهذه الصور، ولكن بكل بساطة نحن بكل واقعية كل العالم في نهائي كأس العالم.